الصيد. اللي يشوف منكم حد هو مشترك في سوبر ماركت بتاع، في ناس كبيره ما عندهاش فكره عن الموضوع اصلا، ما بتفتحش التلفزيون تفتح الاخبار اصلا تشوف ايه الموضوع. فانت يعني ايه قطع في الايمان انك تنبه بس الناس دي تفهمها الموضوع ايه ببساطه كده، تمام؟ لانه بجد بجد الموضوع بتاع القطعه ليه افكت كبير جدا 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 انتوا لا تتخيلوا. يعني على الاقل ده يعني اقل حاجه ممكن نقدر نعملها لحد ما ربنا يقدر بالخير باذن الله. ماشي؟ طيب يبدأ بقى نتوكل على الله، نبدأ في موضوعنا ان شاء الله. النهارده هناخد المايوفاشيال اندكشن، تمام؟ طيب او بنسميه مايوفاشيال ريليس. كلمه اندكشن او ريليس معناها ايه؟ ان انت بتعمل ريلاكسيشن للفاشيا اللي فيها ريستريكشن. انت عندك زي المصل بالظبط، المصل بيبقى فيها سباس، فانت بتعمل ستريتشنج مثلا اكسرسايز، وبتعمل تكنيكس كده زي البي ان اف وغيرها ان شاء الله تاخدها. كل الكلام ده بتعمله ليه؟ عشان تخلي المصل ايه؟ ريلاكس. ريلاكس المصل تقدر تاخد اللينس النورمال بتاعها، ما بيبقاش في شورتنج. نفس الفكره في الفاشيا. وممكن المشكله الاساسيه تبقى عند العيان ده في الفاشيا، ويبقى الجوينت والمصل وكل حاجه سليمه ما فيهاش مشكله، تمام؟ يعني الريستريكشن او الليميتيشن في الموفمنت اللي عند العيان بتاعك ده في الفشل. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يبقى الريستريكشن ده موجود في ريجن بيأثر على ريجن ثاني، لان الفشل عندنا في جسمنا بتاخد اريا على بعضها، او زي ما بيقول ريجن كبيره على بعضها. يعني زي مثلا ان انت يجي لك عيان وبعد ما تعمل الاسسمنت تعرف ان عنده مثلا فشل ريستريكشن في فشل هناخدها دلوقتي اسمها لمبو ساكرا الفشل. العيان جاي بيشتكي لك من مشكله في رجله مثلا، تمام؟ في الثار. انت عشان تحسن او تظبط مشيه العيان ده بتشتغل على الفاشيه من عند الارم فوق، من عند الترنك، وانت واخدها من فوق، تمام؟ فطبعا ده هيبقى بالنسبه لنا ان شاء الله لما نفهم الموضوع كده مش هيبقى مستغربينه. العيان بتاعك طبعا انت بتعمل ايه يا دكتور؟ انا مشكلتي تحت، اللي شغالك فوق، وهتسمعوا الكلام ده كتير، تمام؟ فطبعا يعني ايه عشان العيان يبقى معاك ويبقى يسمع كلامك ويثق فيك بقدر الامكان تحاول تبسط له المعلومه وتفهمه انت بتعمل كده ليه، تمام؟ طيب المايوفاشيال الاول قبل ما نتكلم احنا هنعمل لها ريليز ازاي، لو هنعمل لها اندكشن. كلمه اندكشن بالعربي يعني ايه؟ ها؟ حث، تمام؟ بحث الفاشيا او بعمل ريليز للفاشيا، بمعنى يعني سواء قلناها كده او كده يبقى قلنا اندكشن ريليز، الاثنين بمعنى واحد، تمام؟ طيب كلمه فاشيا يعني ايه؟ الفاشيا دي زيها زي اي تيشو في الجسم، هي متكونه من ايه؟ من كونكتيف تيشو، متكونه من كونكتيف تيشو، سبيشاليزد كونكتيف تيشو، خلاص؟ طيب عارفين لما بتيجي تاكلوا اللحم والفراخ وبيلاقوا فيه طبقه خفيفه كده بتشيلها شفافه، هي دي الفاشيا. سواء انت هتلاقيها على المصل على طول تحت الجلد بتاع الفراخ مثلا او البتاع ده، هي دي الفاشيا بتاعتي، خلاص؟ طيب الفاشيا دي قلنا عباره عن كونكتيف تيشو بتغلف كل حاجه في جسمك، كل حاجه في جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتغلفها عشان تديها سبورت، عشان تحافظ عليها من اي ايه؟ تروما. يعني كانها هي الخط الدفاع الاول اللي بياخد الايه؟ الخطه قبل ما توصل للاورجن اللي ايه؟ اللي هي حامياها. سواء كان ده بقى المصل، نيرف، فيسل، انتيرنال اورجنز بتاعتنا، الكيدني والليفر والاستوما، كل حاجه عندنا ايه؟ ربنا حطها جوه غلاف عشان نحافظ او يحافظ عليها، تمام؟ وفي نفس الوقت الفاشيه دي ليها فانكشن ثانيه غير ان هي بتديك سبورت، او ان هي كحاجه ديفنس ضد اي تروما، هي اللي بتاخد التروما قبل الاورجن نفسه. كمان هي بتعمل لبريكيشن. يعني ايه لبريكيشن؟ ها؟ بتسهل الحركه الموفمنت. زي مثلا احنا عندنا في الفور ارم عندنا اكتر من 20 مصر تقريبا يعني، خلاص؟ فتخيل كل المصلز دي كتير قوي بيشتغلوا عشان يعملوا الموفمنت بتاعت الجراس، عشان يعملوا الموفمنت بتاعت الريتشنج مع الجراس، بقى انت تمسك وترجع وهكذا، مصلز كتير شغاله على بعضها. طب ليه ما بيحصلش تداخل؟ دي بتعمل كونتراكشن ودي بتعمل لينسنج ودي بتعمل كمان كونتراكشن معاها، ليه الاثنين ما بيدخلوش مع بعض؟ مع انهم ممكن يبقى الاكشن واحده بتعمل اكسنتريك واحده بتعمل كونسنتريك كونتراكشن في نفس التايم. لان كل واحده متغلفه بغلاف، الغلاف ده لازق شويه فبيخليها تتزحلق،
فيخلي المصل تشتغل او تتحرك تعمل كونتراكشن او لينزنج بشكل سموث وبسيط من غير ما يعيقوا حركه بعض. تمام؟ طيب وفي نفس الوقت بتدي كونتور للاورجن ده، يعني مثلا حوالين المصل هي بتديها الكونتور او الشكل بتاع الاستراكشر ده، حوالين النيرف، حوالين الفيسل، حوالين الانترنال اورجنز. خلاص؟ احنا قلنا الفاشيا عباره عن كونكتيف تيشو. طب ايه هو بقى الكونكتيف تيشو؟ انتوا خدتوا طبعا كونكتيف تيشو السنه اللي فاتت في الميكانكس، مش كده؟ تمام. هنفتكر مع بعض كده عباره عن ايه الكونكتيف تيشو بتاعنا. عباره عن ثلاث حاجات اساسيين: الكولاجين والالاستين والايه؟ جراوند سبستنس. تمام؟ طبعا كل دول يعني كل حاجه في جسمك، البون والمصل والفاشيا والليجامنتس والتين كلها عباره عن كونكتيف تيشو. بس النسب بتاعت الكولاجين والالاستين والجراوند دي سبستنس دي بتختلف من حاجه لحاجه او من ستراكشر لستراكشر. يعني مثلا هندي مثال، احنا بنتكلم عن بون وسوفت تيشو. خلاص؟ البون نسبه الكولاجين فيه وبالذات طبعا تايب 1 اعلى من مين؟ وفي الاستين بس نسبه قليله قوي. خلاص؟ في جراوند سبستنس، في الاوستيوبلاست. ماشي؟ يبقى في كل الكلام ده. طيب نفس المكونات موجودة بس نسبها مختلفة على حسب الفانكشن بتاعة الأورجان ده أو الستراكشر ده إيه. طب بالنسبة للسوفت تيشو، لا هنلاقي الإلاستين عندك أكتر من الكولاجين، أو كولاجين تايب 2 أكتر من تايب 1. خلاص؟ مفيش مينرالز فيه، في فايبروبلاست بدل الأوستيوبلاست مثلا لو هو بقارن بينها وبين البون. طيب في السوفت تيشو نفسه الكونتنتس دي مختلفة ما بين المصل فايبرز مثلا او الكونكتيف تيشو بتاع التندون او الليجامنت. خلاص؟ يبقى انت عندك الكونكتيف تيشو عامه بيتكون من الثلاث حاجات الرئيسيين دول. خلاص؟ نسبهم مختلفه على حسب الوظيفه المطلوبه من هذا الايه؟ الستراكشر. طيب الكولاجين بيدي سبورت، بيدي سترينث، بيدي ستابلايزيشن. حد عنده اي سؤال في الثلاثه دول؟ تمام. طيب الالاستين بيدي مرونه، الاستيستي. خلاص؟ flexibility. وكمان بيعمل absorption للايه؟ لاي فورس او ستريس واقع على التيشو ده. الجراوند سبستنس ودي عباره عن مواد جيلاتينيه زي الجيل كده وكونتنت من الووترز عشان تعمل ايه؟ تعمل ريبليكيشن للتيشو ده. خلاص؟ وكمان موجوده على مستوى السيل، احنا بنقول الفايبر تندر حتى على مستوى السيل انت عندك الايه؟ الكاشن دي موجوده. خلاص؟ ده شكل سريع كده. احنا هنا بنتكلم عن كونكتيف تيشو بتاع السوفت تيشو عشان قلنا فايبروبلاست ما قلناش اوستيوبلاست. فانت عندك الالاستين، الكولاجين فايبرز. خلاص؟ بتبقى بشكل طبعا متداخل عامل زي شبكه كده، وانتوا خدتوا تركيب اللي هو شبه الشجره ده بتاع السنه اللي فاتت. الفايبروبلاست الخلايا اللي موجوده، انا بتكلم على سوفت تيشو دلوقتي. هي بقى الفانكشن بتاعت الفاشيا. يبقى احنا قلنا الفاشيا هي عباره عن كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو عباره عن ثلاث حاجات اساسيين: الالاستين والكولاجين والجراوند سبستنس. طيب نرجع تاني بقى، الفاشيا دي مهمتها ايه في جسمك؟ ربنا خلقها ليه؟ سبورت النيرف والفيسلز، واحنا قلنا كل الاورجنز عامه. خلاص؟ بتسمح للمصل، هنجمع بقى الكلام اللي احنا قلناه، بتسمح للمصل ان هي تتحرك ايه؟ بشكل سموث على بعضها. ماشي؟ بتدي ستابيليتي وكنترول للستراكشر اللي هي عامله له ايه؟ مغلفاه. طيب زائد طبعا الريبريكيشن بتساهم في حاجه اسمها الريفلكس لوب من الباسين كورباسيوس. الفاشيا دي تشو حي، هي مش مجرد غلاف كده او كيس انت مغلف بيه الحاجه. التشو الحي ده معناه في ايه؟ في ريسبتورز موجوده زيه زي اي تشو، زي الفايبرز، زي المصل، المصل فيها المصل سبيندل مثلا السنسوري بارت بتاعها. هنا برضه انت عندك ريسبتورز، مين اللي هي الباسيني كورباسكلز دي؟ مهمتها ايه الريسبتورز دي؟ ان هي تخلي الفاشيا تدي اوردر، او لما يجي عليها ستريس معين ان هي محتاجه ان الفاشيا اللي يحصل لها لينسنج فتدي افرنت. الافرنت ده يمشي من خلال يعني ريسبتورز توصل افرنت للنيورال سيستم بتاعك ويرجع يقول للفاشيا باوردر ايه؟ اعملي ايه؟ لينسنج. او انت محتاج ان انت المصل هتعمل لها مثلا كونتراكشن، فالفاشيا كمان هتعمل معاها ايه؟ كونتراكشن. يبقى الريسبتورز دي مهمتها ايه؟ ان انت اثناء ان انت بتعمل لها لينسنج او بتعمل لها شورتنج تبدا تدي اوردر للفاشيا دي ان هي تتحرك معاك من غير ما تبقى بتتحرك عكس الايه؟ يعني المصل عايز تعمل شورتنج والفاشيا لينسنج. الكلام ده ما بيحصلش لان في انفورميشن
للفشل نفسها، وكمان في ريفلكس بين مثلا المصل والفشل. خلاص؟ طيب الفشل دي عباره عن في جسمنا ثلاثه لايرز رئيسيين، في عندك سوبرفيشال فاشيا، في عندنا ديب فاشيا، في عندنا ديب فاشيا. انت بتشتغل على ايه او شغلنا احنا على ايه؟ على السوبرفيشال والديب. الديب دي مالناش دعوه بيها. طيب سوبرفيشال فاشيا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاستيك فايبرز، تمام؟ ودي موجوده تحت السكن على طول. هناخد صوره بس ليها الاول اهي. انت عندك رقم ايه ده؟ ده السكن. تيجي كده عندك الكاتبر قدامك، فانت بتشيل اول طبقه دي، ده طبقه السكن تحت السكن على طول اللي هي بي، دي السوبرفيشال فاشيا اللي احنا بنتكلم عنها. خلاص؟ دي عباره عن الاستيك فايبرز، ماشي؟ بتختلف بقى في حجمها وشكلها والسكنس بتاعها والالاستيستي والريزيستنس بتاعتها والكونتنس حتى اللي موجوده من اريا لاريا. يعني ايه؟ يعني احنا لو جينا شفنا الفاشيا مثلا اللي موجوده على الجزء اللاترال بتاع الارم، هنلاقيها مور ثيك ومور هارد شويه او فيرم شويه عن الفاشيا اللي موجوده على الجزء الميديال. نفس الكلام عند الثاي، هتلاقي الفاشيا اللي موجوده على اللاترال سايد بتاع الثاي بتبقى ادخن وبتبقى الكونتنت بتاعتها هارد شويه عن الفاشيا اللي موجوده على الميديال سايد. تمام؟ الفاشيا اللي عند الباك بتبقى مور ثيك. طيب ايه اللي بيخلي الاختلاف ده موجود؟ كل ما الاستريس اللي كان مطلوب او الفانكشن في الاريا او الاورجنز او الاستراكشر او المصل اللي في الاريا دي عليها ستريس جامد، كل ما الثيكنس بتاع الفاشيا زاد. يبقى انت عندك الباك ماسلز انت بتشغلها اكتر مثلا من الابدومين الماسلز الانتيريور يعني، فتلاقي الفاشيا هنا من غير طبعا التيشو اللي بتبقى موجوده الفات دي بوزيشن، انا بتكلم عن الفاشيا. خلاص؟ احنا هنا طبعا ممكن واحد تبقى قد كده لكن دي كلها فات، ماشي؟ طيب اللي موجوده في الباك الثيكنس بتاعها اكتر من الموجود في الانتيريور، اللي موجود في اللاترال اكتر من الميديا. ليه؟ عشان الستريس اللي واقع عليها اكتر، فمحتاج ان هي الثيكنس بتاعها وتبقى مور فيرم او مور هارد شويه عن الثانيه. خلاص؟ اللي هي في الان في الانر، ماشي؟ طيب من الحاجات الكومن او المشهوره قوي في جسمنا الفاشيا اللي هي من ضمن الكونتنس بتاعتها، خلاص؟ البلاتيسما مصر، تمام؟ طيب من السوبرفيشال فاشيا يعني اتكلم عنها، البلاتيسما مصر دي وظيفتها ايه؟ المصر اللي انتوا شايفينها دي فهي عامله زي كان في دقن وشنب ونازله لتحت كده محترم. ايه وظيفتها البلاتيسما مصر دي؟ اكسبريشن بتاعت الفيس، تمام؟ تديك الاكسبريشن بتاعت الفيس، ودي من السوبرفيشال مصر او بنقول عليها المصر الموجوده تقريبا هي وتحت السكن على طول، كانها هي الفاشيا يعني. خلاص؟ طيب ايه كمان من مكونات السوبرفيشال فاشيا؟ عندك عشان يوصل لها طبعا بلاد سبلاي، يبقى اكيد في عندك كابيلرز وايه؟ وفيسلز، وكمان الريتيرن من خلال الليمفاتيك ايه؟ سيستم. يبقى انت الاستيك، ماشي؟ فورم قلنا بيختلف في السكنس بتاعها والكونتنتس بتاعتها، فيها البلاتيسما ماسل، ماشي؟ وكمان فيها كابيلرز وفيها ليمفاتيك ايه؟ درينج او الفيسلز. طيب الديب فاشيا نرجع للصوره دي تاني اللي هي رقم سي اللي انتوا شايفينها دي، يبقى احنا قلنا اول واحده ده السكن، تاني واحد ده سوبرفيشال فاشيا، رقم سي ده الديب فاشيا. الديب فاشيا دي اللي بتغلف بقى المسلز، تمام؟ اللي بتغلف الايه؟ المسلز، او بتغلف الليفر، او بتغلف الستومك، او ايا كان الاورجنز يعني. يبقى الديب فاشيا دي الفاشيا اللي بتغلف الايه؟ الاستراكشر من جوه بالنسبه لنا احنا طبعا اللي تهمنا واللي بنشتغل عليها اللي هي بتغلف مين؟ المصلز، ماشي؟ طيب الديب فاشيا بقى اللي هي ها اللي بتغلف لو بنقول عليها الديورا ماتر بتاعت البرين، عشان كده دي احنا مالناش دعوه بيها اللي هي الام الحنون. فاكرين في العلوم زمان كنا نقول الام الحنون والام الجافيه والكلام ده، هي الام الحنون دي بقى، ماشي؟ دي طبعا احنا مالناش دور فيها، مش بتوصل لها اصلا يعني. طيب ده مثال برضو، احنا قلنا ان الفاشيا في جسمك هي عباره عن واخده ريجن كده او اريا على بعضها، يعني واخده مثلا الترانك مع كل الاوبر لين. لو حصل ريستريكشن في اي حته بتاعت مثلا الفور ارم، بتاعت الشولدر، منطقه الريجن بتاعت البيكتورال مثلا او الانتيرو شيست هنا، تاثر لك او تعمل لك ريستريكشن في الموفمنت بتاعت كل البارت ده،
كمان تعمل لك ريستريكشن في البارت الاوبزيتلي، وهنشرحها كمان شويه كده ليه. تمام؟ طيب تخيل كده ان انا الجوينت اللي انا لابسها ده الفاشيه، وانا عندي ريستريكشن في الفاشيه في الايه؟ في الجزء ده عند الانتيريور شيست، وجيت عايز اعمل الموفمنتس بتاعت الارم العاديه فليكشن والابدكشن وهكذا، ودي عم فيها ريستريكشن او ليميتيشن ومشدوده، باجي اعمل ابدكشن هي شداني، الجوينت سليم، المسلز بتاعتك كويسه ما فيهاش مشكله، لكن كل المشكله جايه من فين؟ من انت عندك ريستريكشن في الفاشيه. وللاسف في شغلنا احيانا ناس كتير بتنسى موضوع الفاشيه ده تماما، يفضل يشتغل على المسلز ويشتغل على الجوينت ومطالع عينه في كل حاجه، وبرضه العيان بتاعك التحسين بتاعه التحسن بتاعه بسيط قوي. تمام؟ اوريدي انت وبتعمل ستريتشنج العادي بتعمل ستريتشنج للفاشيه، لكن في حاجه اساسيه للفاشيه اللي هو الفاشيال ريليز ده. تمام؟ طيب دي تعمل فليكشن، دي تعمل اكستنشن، يبقى انت عندك لو في ريستريكشن بس في الفاشيه والباقي كله سليم هيعمل لك ليميتيشن في الايه؟ في الموفمنت. خلاص؟ طيب ده مثال للفاشيه، او قلنا كاريجن على بعضها الاي بي سي دي اللي هي البكتورال فاشيه معها البريكيال والانتي بريكيال، او الفاشيه بتاعت الارم والايه؟ والفور ارم. ماشي؟ كل دول مرتبطين ببعض كاريجن، ولما تيجي تشتغل بتشتغل على كل ده مع بعض. طيب نيجي بقى للموضوع المهم قوي، السراكو لامبر فاشيا، ودي من الحاجات الكومن اللي بيحصل فيها ريستريكشن. اي عيان عندك مشاكل في الشولدر، مشاكل في السباين في اي ريجن بقى ايا كان، مشاكل في منطقه الهيب خلاص لحد نص الصاي كده، هتلاقي عنده ريستريكشن في السراكو لامبر فاشيا دي. تمام؟ سواء يونيلاترال او بايلاترال. خلاص؟ كل ما الحاله طبعا كانت كرونيك كل ما هتلاقيها اكتر في الايه؟ في اليوني لا في البايلاتر. ماشي؟ كومن قوي بتشوفها مع عيانين مين؟ مع عيانين الباك، سواء بقى كان ديسك كان ابسرايتس او سبوندروزس وات ايفر كان الكوز ايه، هتلاقيها موجوده الريستريكشن ده. ولما تيجي نعمل تيست للفاشيه هنلاقي فرق كبير قوي مثلا بين العيان اللي عنده لوبك بين الجزء اللمبر اللي تحت، لما تيجي تشوف الفاشيه نفسها الموبيلتي بتاعتها، وبين الجزء اللي فوق. تمام؟ طبعا احنا هنقوله دلوقتي بشرح التيست ده، لكن ان شاء الله في السكشن انتوا هتبداوا تحسوه على بعض عشان تحد ايديكم تاخد شويه السنس بتاع الايه؟ الموفمنت بتاعت الفاشيه، الموبيلتي بتاعت الفاشيه دي ازاي. تمام؟ طيب السراكو لامبر فاشيه دي عباره عن ايه بقى؟ ده الكوبري بين الاوبزيت سايد اللي ماسكاه لك الابر اكستريميتيز واللور اكستريميتيز. تمام؟ زي الكوبري ده ما فيه موجود في الترانك من ورا، موجود برضه زيه من فين؟ من الانتيريور، برضه كوبري رابط لك اللي قدام باللي ورا. اللي سوري الليفت بالرايت والرايت بالليفت في الاوبزيت سايد. تمام؟ طيب الفاشيا هنا لما اجي اقول لك مثلا الترابيزيس فاشيا، الفاشيا لما بنيجي نسميها يا بتسميها على اساس الريجون بتاعتها، يا بتسميها على اساس المصر اللي هي كفرنج دي. خلاص؟ فانا لما اجي اتكلم في فاشيا واقول لك اعملي ماي فاشيا ريليز للبكتورال، انا مش بقول لك للمصل نفسها، انا بتكلم عن مين؟ الفاشيه اللي كفر المصل دي. قلت لك على البريكيال انتي بريكيال، يبقى انا بتكلم في ايه؟ الفاشيه بتاعت الريجن دي كلها. خلاص؟ طيب السراكو لامبر فاشيا زي ما احنا شايفين الصوره اللي قدامنا كده، قلنا عباره عن ايه؟ كوبري رابط مين بمين في الـ في الـ في البوستيرو من ورا؟ رابط لك اللاتيسمس دورساي ب ها الكلوتيس ماكسيمس. خلاص؟ في الاوبوزيت سايد، يعني الليفت بتاع اللاتيسمس مع الرايت بتاع الايه؟ الجلوتيس، والعكس الناحيه الثانيه. طيب مهمتها ايه؟ او اهم حاجه فيها او اكتر حاجه ممكن تاثر عليها لو حصل فيها ريستريكشن للفاشيه دي، تاثر لك على ابسط موضوع اللوكوموشن، المشي. خلاص؟ يعني ايه تاثر على المشي؟ واحد كده من الشباب متبرع، الفولنتير الثاني اللي هياخد البلس. المره اللي فاتت زميلك فين؟ هو ما جاش؟ انت مين بقى؟ ها؟ مين اللي هيتكتب اسمه تاني واحد؟ تعال خد القرار قبلك؟ تبرع كده؟ ماشي. اضطر نقف هنا عشان المايك، لف ايدي ظهرك كده بطل، ادي زمايل ظهرك، لا ادي زمايل. انت عندك دلوقتي مثل عبد سنه صغيره اسمه كده ماشي محمد، فكرني بس بعد المحاضره بكذا. انت عندك الفاشيه ماشيه قلنا ماسكه اللاتيسموس خلاص ورايحه للجلوتيس ماكسيموس، والناحيه الثانيه نفس الايه؟ الفكره. ماشي؟ طيب انت عندك اللاتيسموس بتعمل ايه؟ الاكشن بتاعها ك
كمصر، لان هي الفاشله ماشيه مع الاكشن بتاع مصر، هيحصل لها شورت او هيحصل لها لينسنج او قلنا هيحصل كونتراكشن او هيحصل ستريتشنج مع المصر اللي هي كفرنج دي. فلاتيسموس بتعمل ايه هنا؟ اكستنشن، اعمل اكستنشن بالبراند. طيب هنيجي هنا الجلوتيس في الاوبوزيت، ها اكستنشن، خلي خطوه رجلك دي قدام دي او اعمل الحركه دي اللي عندهم مئات، انا مش عارفه هم شايفينها كده ولا بره البيج بره البيج. يبقى انت عندك اكستنشن في الايد اليمين مع الرجل الشمال خلاص، وفليكشن في الرجل الايه اليمين وفليكشن في الايه في الشمال خلاص. انا طبعا واقفه الظهر يعني عشان انتوا بالنسبه لكم هيبقى العكس تمام. طيب يبقى انت عندك المصل او الفاشيه في الجزء اللي هو عامل اكستنشن في الاوبر لينب واكستنشن في الاوبوزيت سايد في اللور لينب، حصل فيه ايه؟ كونتراكشن ولا لينسنج او ستريتشنج؟ كونتراكشن خلاص، دول هم على بعض قربوا لبعض، هو عامل اكستنشن المصل عملت كونتراكشن، الفاشيه تعمل كونتراكشن معاه، يبقى هو عمل كونتراكشن في الناحيه الرايت مع الليفت في اللور لينب ماشي. طيب والعكس الناحيه الثانيه بقى حصل فيها ايه؟ ده عكس الاكشن بتاع المصل اللي تسمح بتعمل اكستنشن، انا حطيت العيان او حطيت الارم ريفليكشن يبقى عملت عليها ستريتش، الجلوتيس بتعمل اكستنشن، الرجل الثانيه عامله فليكشن، يبقى ده حصل فيها ايه في السايد الثاني؟ ستريتش. يبقى اثناء الموفمنت او المشي الكوموشن يعني بيحصل ايه؟ سايد بيحصل فيه من الاوبزيت كده الاكس اللي انت واخدها او الاوبليك ده بيحصل فيها كونتراكشن، والناحيه العكسيه ليها بيحصل ايه؟ ستريتشنج. نفس الكلام بيحصل قدام، لف دي وبص عندك برضه واخد نفس الشكل. هتتخيل برضه ان انت عندك نفس البريدج ده او نفس الفاشيه دي موجوده في الانتيريور، احنا هنجيب صورتها عشان تبقى بس قدامكم ايه؟ خلاص نفس الشبكه دي موجوده قدام، فهو عامل ايه هنا؟ في الدراع الرايت عامل فليكشن، وفي الرجل هنا عامل فليكشن، يبقى عامل ايه للفاشيه هنا بتاعت الفليكسور اللي ماسكه منطقه الفليكسور والبيكتورال بتاعت الابر ليم مع الفليكسور بتاع اللور ليم عامله ايه؟ كونتراكشن. والناحيه الثانيه عشان ده سؤال بيجي في الام سي كيو ماشي، عشان ما تخبطوش فيه خلاص. يبقى في اللوكوموشن نجيب صوره ثانيه واضحه اكتر، واحده فين؟ كده ولا كده؟ اهي هي مش عارفه بتطير ليه. ايه الله ما شاء الله عليكم، طبعا انتوا يعني واضحين قوي في البتاع. تمام، هنلاقي الخط اللي ماشي اللي هو الاوبوزيت من الانتيرور ومن الايه؟ من البوستيرور اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو البريدج او الفاشيه اللي ماشيه بالعكس عندنا في الكومبشن. يبقى انت وماشي من قدام بيبقى في جزء فيه كونتراكشن والجزء الثاني فيه ستريتشنج، ومن ورا نفس الفكره برضه كونتراكشن وايه؟ وستريتشنج خلاص؟ نرجع تاني بقى للسراج لمبر فاشيا بتاعي. يبقى قلنا سراج لمبر فاشيا دي عباره عن بريدج كوبري ماسك الاوبزيت سايد المصل لاتيسموس مع الجلوتيس ماكسيموس، مهم قوي اثناء الموفمنت سايد بيحصل فيه كونتراكشن والسايد التاني بيحصل فيه ايه؟ ستريتشنج خلاص؟ طيب نشوف الفانكشن بتاعتها. اول فانكشن قلنا اثناء الايه؟ مهم قوي في الايه؟ في الاكتيفيتي بتاعت اللوكوموشن تمام؟ طيب تاني حاجه ان هي بتديك فورس ترانسميشن بين المصل وبين مين؟ الفاشيه نفسها. احنا قلنا لما في ريسبتورز او انفورميشن كده ماشيه بين المصل والفاشيه، لما دي يحصل فيها كونتراكشن الثانيه يحصل فيها ايه؟ بتكش، يحصل فيها برضه كونتراكشن خلاص او شورتنج، والعكس ماشي؟
زي ما قلنا دي شكلها الاول على المصل وده من الانتيريور. سبحان الله. طب ده من اللوكوموشن عامه كده خلصنا يعني ايه فاشيا والحاجه اللي ممكن تحصل او تشوفها مع العيان بتاعك في فاشيا مهمه او كومن قوي بيحصل فيها تروما اللي هي منطقه الترانك. خلاص. طيب الفاشيا ريستريكشن بقى ايه اللي ممكن يسبب لي ريستريكشن في الفاشيا؟ اول حاجه اللي ممكن يسبب ريستريكشن في الفاشيا اللي هو يبقى فيه ايه؟ تروما، سواء التروما دي خدها العيان مره واحده في وان ايفنت كده، او التروما دي ايه؟ حاجه مايكرو كده عماله تتكوم على بعضها لحد ما تعمل لك ماسيف ايه؟ تروما، فتبدا تديك ساين وسيمتومز بقى بتاعت الليميتيشن والريستريكشن والبين والريفيرد بين وكل الكلام ده. خلاص؟ يبقى انواع التروما عندنا يا سنجل ايفنت، حاجه حصلت فجاه كده، يعني زي ما واحد يقول لك ايه؟ انا كنت بلعب كوره ورجلي لفت مني فخدها سنجل ايفنت. واحد تاني يقول لك ايه؟ هو انا كل مره كانت بتحصل لي ايه؟ تروما خفيفه خفيفه، بس دلوقتي لا دي بتوجعني قوي. اه ويجي عيان يقول لك والله يا دكتور هو الوجع كان بيروح ويجي، بالذات بتوع الباك كان بيروح وايه ويجي، بس من امبارح بشد عليا قوي. هي خلاص وصلت لمرحله انها بقت ايه؟ كومت بقى، عملت كوين كبير كده، فبقت ماسيف ايه؟ تروما، كانها سنجل ايفنت بالظبط، بس دي جايه على مدار ايه؟ التايم، او زي ما بنقول مايكرو تروما كده على مدار الايه؟ الوقت. ماشي؟ طيب ايه بقى الريسبونس بتاع البادي بتاعك اللي احنا نقصد طبعا في البادي هنا الريسبونس بتاع الفاشيا بتاعتك ايه للتروما اللي حصلت دي؟ اول حاجه المكونات بتاعتها، انت عندك كولاجين، بيحصل فيه ايه الكولاجين بتاعنا؟ ها احنا قلنا الفاشيا كل ما كانت متعرضه لستريس كل ما الدنس بتاعها او الثيكنس بتاعها زاد. هنا الفاشيا تعرضت لتروما يبقى ده ستريس، يبقى الدنس او الثيكنس بتاعها هيحصل ايه؟ هيزيد. تمام؟ وكمان هيحصل فيها فايبروزس. احنا قلنا اي سوفت تيشو عندك في جسمك بيتمزق بيحصل ريبير بايه؟ بالفايبرز او بالفايبروزس يعني، او بنقول سكار، هي يعني كلمه فايبروزس اللي هو السكار نفسه بيتكون. خلاص؟ طيب الالاستين، الالاستين احنا قلنا ده اللي مسؤول عن الموبيليتي، هيحصل فيه ايه؟ هتقل الموبيليتي بتاعته او الفلكسبيليتي بتاعته. تمام؟ طيب الجراوند سبستنس احنا قلنا دي عباره عن مواد جيلاتينيه عامله زي الجيل ووتر كونتنت، الكلام ده هينشف خلاص، فده تحول لحاجه سوليد. ماشي؟ طيب الحته دي مهمه قوي عشان انت وبتعمل اسسمنت للعيان بتاعك تبقى واخد الدنيا كده او خطوات كده واحده واحده عشان تعرف انت هتعمل له ايه. طيب انت حصل لك دلوقتي في عيان كمثال قدامك حصل له ريستريكشن في الفشل. تمام؟ طيب لو انت بصيت على البيشنت ده، تعالى واحد تاني بقى عشان ندي بلس حتى اخر الترم عشان ناخد الدفعه كلها. ضل شغل الفيميل هاخد البلس من الفيدباك بتاع المعيده بتاع الدكتوره مدام. فصلت. بص عليهم مع بعض. هتعمل شايف الصوره اللي قدامك؟ حاول تقلدها بقى. ايوه ماشي، بس تفتح الرجل اللي هي ناحيه هنا من الرايت، الليفت سوري. تمام؟ ودخل الليفت سنه من عند الفيمر وحاول تعمل توك اوت، يعني كانك عامل فيروس بلغص سوري بلغص دي برايت 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 يا راجل. طيب اعملها بلغص كده بلغص كان الفوت بره. تمام؟ ريستريكشن جالك كومن قوي في عيانين الباك بين، في عيانين السكليوزس. خلاص؟ فانت لو جالك عيان بالشكل ده عنده جاست بس ان هو في حصلت له تروما ما ديزيز انفلاميشن وات ايفر كان الكوز، والبيشنت ده بدا يبقى يحصل هايكنج في الهيب، الهيب بدا يحصل له تلتنج ابورد على السايد اللي هو عامله على الرايت ابورد ليفتنج البلبس مش بيندنج، ترفع البلبس لفوق شغل الكوادريتس دي. طيب خليكم معايا عشان هو مش عارف يجيبها. البلبس بتاعي انا تخيل ان المفروض ان انا ادي الليفز بتاعي هنا كده، البلبس هنا حصل له ايه؟ كانك بترفع رجلك من على الارض تاني. ماشي؟ فبدا يحصل هيك هايكنج او شغلت الكوادريتس يعني او العضله اللطيفه المشهوره، مش هقول طبعا. تمام؟ كوادريتس. خلاص؟ فعملت ايه؟ تلتنج للهيب ابورد. ماشي؟ طيب العيان ده
الفاشل حصل لها ريستريكشن، البلبس حصل له تلتنج، اترفع لفوق على سايد. ماشي؟ طيب السايد اللي اترفع عليه ده هيحصل ايه؟ الشولدر او منطقه الارم من فوق هلاقيها بدات تنزل ايه؟ لتحت. طب بص على اللور ليم بتاعها هيحصل فيه ايه؟ الفيمر مع التلتنج اللي حصل الفيمر هتخش لجوه. طب العيان عشان يمشي ما يقعش هيبدا يفتح رجله لايه؟ لبره من عند النيه، هيعمل يعني بلجس. ماشي؟ تخيل شكل الصوره اللي قدامك على البون دلوقتي. فهو مع التلتنج اللي حصل او الريستريكشن بدا يحصل تلتنج، التلتنج ده في الفيمر دخلت لجوه، الني او الليج طلعت لايه؟ لبره. طيب شكرا يا بطل، فكرني برضه بعد المحاضره. الفاشل ريستريكشن اللي موجود هنا عمل لك اول حاجه ابنورمال سترين باترن، شكل الديفورمتي اللي موجوده على العيان بتاعك عمل لك سترين على السوفت تيشو الاول، سواء الفاشله او كل الاستراكشر اللي في الاريا دي. تمام؟ هنلاقي فيه جزء مثلا من المسلز او من التيشو ده حصل فيه شورتنج، والباقي حصل عليه اوفر ايه؟ ستريتش، زي السايد العكس. خلاص؟ هيحصل عليه اوفر ستريتش. طيب هنا بدا يحصل ايه كمان في السلسله دي؟ بدا يحصل لك كومبريشن على الجوينتس والمسل. زي ما قلنا المسل هتدخل في شورتنج او في سباس. تمام؟ الجوينت هيحصل عليه كومبريشن، احنا مثلا ناخدها من تحت، العيان الفيمر دخلت لجوه والليد طلعت لبره. يبقى عمل ستريس على سايد في ني اكتر من الناحيه الثانيه، او كومبريشن على الجوينت ده اكتر من الناحيه الثانيه. عامه كل ما بتغير شكل الانجلز او الميكانكس بتاعه البادي النورمال لازم هيحصل ستريس على الايه؟ على الجوينت في سايد اكتر من سايد، فالعيان ده يبدا يحصل له ايه؟ تاكل للغضاريف اللي موجوده في السايد اللي عليه كومبريشن اكتر من السايد الثاني. تبدا اوريدي تثبت الايه؟ الديفورميشن الموجوده او الديفورميتي اللي حصل دي، اللي هو سواء في البيرس في الباركس وات ايفر كان شكل الايه؟ الديفورميشن الموجود. تمام؟ وده اللي بتشوفوه في عيانين الارثرايتس، ان رجله الاول بتاخد انجل، فتلاقي العيان يا ماشي رجله عامله بيرس يا ماشي رجله عامله بلس. تمام؟ بيضطر طبعا يخش في عمليات استعلال وكلام كبير كده بيعملوه. طيب ثالث حاجه في السلسله دي بيحصل بين وامبالانس. امبالانس سواء في الستاتيك او الدايناميك موفمنت، وكمان بيحصل لك بين اي حاجه اب نورمال عندك في ستريس في كومبريشن في امبالانس. الامبالانس ده مع الكرونيك بدا يحصل ويكنس كمان في المصل. المصل زي ما قلنا سواء حصل فيها سباس او حصل فيها اوفر ستريتش، بالحالتين هيحصل فيها ايه؟ ويكنس. حصل ويكنس عمل لك امبالانس. تمام؟ في كومبريشن وسترين هيبدا يعمل لك ايه؟ بين. خلاص؟ طيب ايه الكوزز بتاعت المايوفاشيال اندكشن؟ اي حاجه. طيب سوري المايوفاشيال ديسفانكشن سواء كان ديزيز كان تروما وعد بقى انت وماشي، دي مجرد بس ايه الاسماء الكومن اللي بتحصل فيها. زي مثلا الباك بين، الجو بين، خلاص يعني يجي عنده ارثرايتس احيانا في الجو هنا. تمام؟ او ممكن لا قدر الله يكون واخد تروما ولا حاجه من حادثه فبدا يحصل ديفورميشن او سوري ديفورميتي عامه يعني في الجو، بروتروجن بقى او ريتراكشن اللي ورا. الديسك بروبلمز قلنا دي من الحاجات الكومن قوي هتشوفوها عنده كتير. الهيديك ممكن يعمل ريستريكشن ازاي؟ واحد عنده هيديك هيعمل ريستريكشن فشل ازاي؟ قدام فشل هنا ممكن فشل بتاعت عامه النك. ليه؟ لان الريستريكشن عامه من ضمن السلسله اللي احنا قلنا فيها بيحصل ايه؟ ممكن تبقى يعني جيب السلسله من تحت، ممكن يبقى البين هو اللي وصلك للمين؟ للريستريكشن في الاخر. الريفيرد اللي بين يعني الصداع ده بيعمل لك احيانا ريفيرد بين. تمام؟ فممكن بالذات الصداع النصفي لما بتلاقي نفسك يعني مشدوده على ناحيه فممكن يعمل ريستريكشن للايه؟ للفشل. خلاص؟ طيب السبورتس انجري طبعا بانواعها، الويبلاش. ويبلاش اللي هي ايه؟ ها؟ حد عارف ايه هي الويبلاش؟ لما تبقى راكب العربيه كده زي حالات النهارده، انا اول مره اجي سايقه لوحدي، ربنا يستر واعرف ارجع البيت الاول. تمام؟ فيعني ايه تبقى لابس الحزام ولا قدر الله بقى ايه اتعميت ورحت داخل في شجره ولا داخل في عمود بسرعه وات ايفر بقى انت السرعه اللي انت ماشي بيها. الحزام هنا هيعمل لك ايه؟ هياخد الترنك لورا، لكن الاكسلريشن بتاع العربيه والسرعه بتاعتها بالذات لو كانت عاليه هتروح واخد الهيد فين؟ لقدام. يحصل ايه؟ السرفايكل، الهيد طلعت لقدام والترنك ثابت مكانه او رجع لورا يعني. خلاص؟
فتحصل لك حاجه اسمها الويبلاش انجري، دي ان السيرفايكال نفسها تحصل لها ايه؟ كومبريشن، سواء على الروت على حسب بقى السرعه، او لا قدر الله على الايه؟ على الكورد نفسه. كومبريشن وريليس، يعني كانها بتتحرك، حصل لها سلايدنج كده انتيريور ورجعت تاني. تمام؟ فهتاخد في طريقها بقى النيرف او السباينال كورد لا قدر الله. ماشي؟ دي طبعا يعني علاجها بياخد شهور، وللاسف في الفيميل بتاخد وقت اطول من الميل. ماشي؟ اذا ما عملتش كاتنج، يعني ربنا ستر، مجرد كومبريشن ورجعنا تاني. خلاص؟ طيب الفايبرومايالجيا، وده احنا ذكرناه قبل كده، قلنا العيان اللي عنده دايما ايه؟ مشكله في كل المصلز. عامه في 9 نقط كده رئيسيين على رايت وليفت هتلاقوهم سيمتريكال في العيان الفايبرومايالجيا. خلاص؟ تريجر بوينتس يعني، فتيجي تدوس هنا تقول لك اي، هنا اي، هنا اي، في كل حته في اي. خلاص؟ النيورولوجيكال، اي نيورولوجيكال كونديشن، عيان مثلا خد له هيد روما، عيان عمل حصل له مثلا جلطه لا قدر الله، اي نيورولوجيكال بروبلم في البريفرال نيرفز، حتى بدا يدخل في ايه؟ في ديفورميتي معينه، او بدا يحصل ويكنس في ايه؟ في سايت، او بدا يحصل سبازم او سباستيستي في سايت، فهيبدا يحصل ايه؟ ريستريكشن للفاشيا اللي ما بتتحركش. الفاشيا طالما ما اتحركتش في الرينج بتاعها او الموفمنت بتاعتها خلاص، او اي سوفت تيشو عامه ما اتحركش وبدا يتشد في بوزيشن معين، هيحصل فيه ايه؟ يتكون ادهيجنز ويحصل فيها ريستريكشن. الديسفانكشن وات ايفر، حتى لو مولود بيها، يعني زي الاطفال اللي بتشوفوهم باعاقات معينه ممكن يبقى مولود بيها، او ديسفانكشن حصلت له في الطريق. كرونيك بين ايا كان هو ايه؟ كاربال تانل، من ضمن الحاجات الكومن برضه اللي بتحصل لنا في منطقه الريجن بتاعت الفور ارم والريست. الادهيجنز خلاص، ومن اشهر الحاجات اللي فيها ادهيجنز والعيانين اللي بيجوا لنا زي مين؟ ها؟ بتوع الشولدر فروزن. خلاص؟ بتبقى في الكبسول وكمان في الفاشيا مع اللونج تايم. ماشي؟ طيب الليمفيديما، ودي لا قدر الله في الحالات اللي هي سواء ديزيزد او البوست اوبرتيف، او العيانين هو في الفيميل في البريست كانسر، لما يجي يحصل بريست كانسر بيحصل مشكله في الليمفاتيك سيستم بتاع الابر ليم، بيبقى تلاقي الايد عامله مقارنه بالناحيه الثانيه قد كده، او الادويه الكيماوي اللي هم بياخدوه. تمام؟ طيب الكرونيك فاتيك ايا كان بقى، يعني سعادتك بتتعرض لستريس بشكل دائم خلاص، وفي كل مره بيحصل لك فاتيك زي اللي انتوا فيه دلوقتي السنه دي. النيك بين، السكليوزس، بصبركم والله عشان انا كنت في يوم من الايام زيهم كده خلاص، بس هتعدي يعني، كبرنا الحمد لله وعادي، عدينا المرحله هتعدوها ان شاء الله. السبرين، السترين، الهايبر موبيليتي، ازاي الهايبر موبيليتي ممكن يعمل ريستريكشن للفاشيا؟ ها؟ عايز حد كده شغل دماغه ويقول لي ازاي لو انت عندك واحد عنده هايبر موبيليتي يحصل له ريستريكشن للفاشيا؟ عشان بيتحرك بس. ناخد في بيت بقى نديهم حاجه قول. استريتش. يحصل استريتش من فين؟ من جوه لبره. يعني زي مثلا العيان بتاع الشولدر ديسلوكيشن لو عنده هايبر موبيليتي او ريكارنت سبتيشن للشولدر، بيحصل دايما ستريس على الفاشيا من جوه الايه؟ لبره. خلاص؟ واحنا قلنا الحاجه هتتعوض على ان فاشيا عرضتها لموبيليتي، او ان انت عندك اللي بيعملوا كده ويجيبوا القلب لورا ده خلاص؟ ده عمل اوفر ستريتش على الفاشيا، هترد عليه او سترين على الفاشيا ممكن يلزقها ويعملها ايه؟ ريستريكشن. خلاص؟ الايموبلايزيشن، وان اي حاجه غير مستخدمه منطقه متثبته، واحد اتكسر فهيقعد شهر شهرين 6 شهور في الكاست، والاريا دي ايموبلايزد هيحصل فيها ادهيجنز وهيحصل فيها ريستريكشن. الانجكشن ممكن من ضمن الحاجات، انت عملت ايه؟ انفيزيف تروما للايه؟ للاريا دي. خلاص؟ طبعا مش الابره نفسها، هي ممكن يحصل انفكشن او يحصل ريسبونس كده انفلاميشن في الاريا، يبدا يعمل لك ايه؟ ريستريكشن. لكن مش كل واحد بياخد حقنه هيحصل له ريستريكشن، ده بقى بيبقى نصيبه في الجنس. الستريسور او التروما، اي ستريس وقع على الفاشيا دي، سواء ممكن يبقى ستريس من بوزيشن حضرتك بتاخده، في ناس كده بتحب هي وبتذاكر تروح نايمه بروح وسند على دراعاتها وقاعده في البوزيشن العجيب ده لمده ساعه ساعتين خلاص، او يبقى قاعد مثلا مريح على جنب كده وعامل ستريس محترم على سايد اكتر من التاني وناسي نفسه ساعه ساعتين في البوزيشن ده، ده ستريس خلاص. طيب السكار عامه، الانفلاميشن زي ما قلنا، طالما في انفلاميشن يبقى في ريسبونس، يبقى في ايموبلايزيشن، في ادهيجنز، في حاجات كتير بتحصل.
بعد السيرجري يعني بتاعك عمل عمليه، فاوريدي هو فتح، عشان فتح الفشله وفتح المصل او بعد المصل من بعضها، عمل ايه؟ كاتنج بالفشل، فهتلم بايه؟ فايبروزس او سكار تيشو. طيب البيلفيك فلور بين ان شاء الله ده هيبقى موضوعكم كبير قوي في السنه الجايه في القايمه كده النساء، يعني موضوع البيلفيك فلور بين ده موضوع كبير مش هندخل فيه النهارده. الماستكتومي بين خلاص زي ما قلنا حالات البريست كانسر، بدا اشيل الجزء ده فهو شال ريجن معينه خلاص، عمل كاتنج في اريا كبيره. البين نفسه بتاع الماستكتومي بين ده زائد الانفلاميشن اللي بيحصل بعد كده ممكن يعمل لك ايه؟ ريستريكشن في الفشل. الاندوميتريوزس ودي البروبلمز اللي هي خاصه باليوترس بالرحم خلاص، المشاكل اللي بتحصل عند الفيميل خاصه بالرحم. اي قلنا بين سواء البين ده جاي بسرال او البين ده من ماسك سكيلتال ممكن يعمل لك ريستريكشن في الايه؟ في الفشل. الليمفاتيك سوري بروبلماتيك بريست، هنا البروبلماتيك بريست ممكن تبقى اي حاجه من ضمن الحاجات الكومن اللي احيانا بتحصل اثناء الفتره بتاعت الرضاعه، ان يبدا يحصل مثلا ابسس خلاص، خراج، مش عارفه اي حاجات كده كتير ممكن تحصل في الفتره دي. الامبالانت او الريدكشن، عيان انت ركبت له شرايح ومسامير، عيان حصل له مثلا ديسلوكيشن فانت رضيته، مش احنا طبعا يعني اللي هو الاورثوديميشن، ممكن يحصل ريستريكشن، انت عملت ستريس على الفشل. الكوكسودينيا ودي من الحاجات الرخمه قوي اللي ممكن تقابلوها في العلاج، هي قليله لكن موجوده، بيجي الريزات كومن بتحصل في الفيميل اكثر، بتيجي تقول لك والله يا دكتور انا لما باجي اقعد ان شاء الله تكون قاعده على ريش معين، بيبقى في بين شديد في منطقه الكوكس بتاعت العصعص اللي تحت ده ماشي، يقول لك بين شديد قوي ما بستحملش ان انا اقعد 5 دقائق على بعض، ومصيبه لو قعدت على حاجه ناشفه تبقى مش قادره تقعد ثانيتين على بعض تمام. هنا في حاجه اسمها او سندروم نفسه اسمه الكوكسيدينيا ده ماشي، برضه هتاخدوه في التفصيل ان شاء الله السنه الجايه في الايه؟ في النساء، حاجات كلها اللي خاصه بالبلبس عامه تاخدوها السنه الجايه تمام. الابيزيتومي سكارز اللي هو احيانا في الولادات الطبيعيه الهيد بتاعت الفيتس او الطفل ده بتبقى كبيره قوي ما شاء الله محترمه كده خلاص ضخمه، فالسبيس بتاع العنق الرحم ما بيطلعهاش من الفاجينا خلاص، او الفتحه اللي موجوده دي بتبقى اديه، فالدكتور يضطر يعمل ايه؟ عشان ما يتخانقش الطفل ده في الطريق، ها؟ يروح فات؟ لا قيصري دي للناس بتقول في واحد في تصرف ثاني يعني ممكن يعمله قبل، اصل هي خلاص اوريدي بتولد والهيد بتاعت البيبي خلاص هي في الاريا فما ينفعش يفتح قيصري خلاص؟ فيعمل ايه بقى في الحاله دي؟ يروح فاتح الفاجينا، غالبا بيفتحوها بشكل ال كده، يفتح يعمل الانسيجن فيها جرح فيها يعني. الاريا دي لما بتلم بسكار تيشو بتبقى سيفير بين، يعني بين في المشاكل وعلاجها بيطول برضه بياخد وقت طويل قوي. عشان كده عامل لك قيصري وسريع مش كده؟ اسوأ حاجه القيصري في الدنيا على فكره. طيب الديزيز اي ديزيز عامه خلاص؟ الفالفودينيا، الفالفودينيا اللي هي المشاكل اللي موجوده سواء عند الميل او في الاول الفيميل في الجينيتال اورجنز خلاص؟ خدوا نفس عميق عشان نخش في التريتمنت. هو انا كان ممكن اخليه بس المشكله ان انتوا عندكم الاسبوع الجاي مش هاخد المحاضره عشان الامتحان، فما ينفعش ان احنا جايين ناخدها النهارده عشان كده هنبقى متاخرين قوي. انا عايز اخلصكم بدري قبل امتحانات الفاينل عشان يبقى عندكم تايم كده تعيشوا وتشتريوا وتذاكروا براحتكم. طيب المايفاشيال ريليس او المايفاشيال اندكشن يعني ايه؟ ماي فاشل ريليس كتريتمنت دلوقتي احنا بنتكلم خلصنا خلاص مشاكله وبيحصل ليه وازاي. التريتمنت بقى بتاعها اللي هو عباره عن ايه؟ دي بروسيس عمليه انت بتعملها عشان ترجع فانكشن او ترجع بالانس للريستريكشن او الامبالانس اللي حصل للعيان بتاعك ده تمام؟ فين؟ شغلك كله على الفشل، الفشل سيستم ماشي؟ طيب الايم بتاعك بتعمل لوكال كوريكشن لو انت شغال على ريجن ماشي؟ بتعمل ريكفري للجلوبال باي ميكانكس، احنا قلنا ان كل حته بتاثر على الثانيه. زي الشكل اللي احنا جبناه بتاع السكيلتون ده، هو عنده ريستريكشن في منطقه مثلا هنا او المنطقه اللي فوق او المنطقه اللي تحت، بدات تاخد ايه؟ مشكله في كل الايه؟ الجلوبال على المستوى البادي كلها، ماشي؟ طيب البين فري بادي يوز ان انت تقدر تتحرك او تستخدم جسمك بشكل ما فيهوش بين، لان الريستريكشن في الفاشيا او الليميتيشن عامه في الموفمنت بتعمل لك ايه؟ بين. خلاص؟ طيب ايه هي بقى
البيزك الكلينيكال ابلكيشنز اللي انت هتعملها دي. الاسسمنت بروسيس يعني قبل ما تبدا تعمل اي تريتمنت لازم الاول تعمل ايه؟ اسسمنت للحاجه اللي انت هتعملها او تشتغل عليها دي، المشكله اللي عند العيان بتاعك. في الاسسمنت بتاعك بتشوف حاجه اسمها الانيمينيسيس، خلاص انا دي ما بحبهاش عامه. يعني ايه الانيمينيسيس دي؟ معناها ايه؟ السوابق بتاعت العيان، خلاص السوابق المرضيه مش السوابق الثانيه، تمام؟ خلينا في السوابق المرضيه. سوابق العيان ده ايه؟ كان حصل له تروما، اللي هو الهيستوري بتاعه يعني، كان حصل له تروما، كان عنده ديزيز معين، كان عمل اوبريشن، ده كله اسمها ايه؟ سوابق العيان بتاعك، ماشي؟ او الهيستوري بتاعه او الريترو ايه؟ سبيكتيف. طيب هنا السوابق دي بتبقى حاجه من الاربعه، يا ميس يوز يا ديس يوز يا اب يوز يا الثانيه اوفر يوز، خلاص؟ طيب كل واحده من عيله يوز دي ليها معنى. اول حاجه الميس يوز بالعربي كده معناها ايه؟ ميس يوز سوء استخدام او الاستخدام الغير صحيح. يعني ايه؟ يعني مفيش ان انت بتعمل موفمنت فيها سموس او فيها هارموني، اللي هو الكلام ده يرجع لمين؟ للكوردينيشن والاستابيليتي، خلاص؟ يبقى انت عندك عيان عنده مشكله ما في الحته بتاعه الاستابيليتي او الكوردينيشن دي، ممكن تبقى كوز، ماشي؟ طيب الابيوز معناها بالعربي يعني استخدام متعسف او عنيف بطيء، تمام؟ يعني ايه استخدام متعسف؟ يعني تروما، تمام؟ طيب انا بربط الحكايه عندكم بالعربي عشان ما تبقاش بتحفظ، واحنا عامه لغتنا عربيه، فالمعلومه بالنسبه لنا نقدر نسترجعها بشكل اسهل واحنا بنعرفينها اكتر بالعربي، تمام؟ وتعود من دلوقتي تذاكر بالطريقه دي. الاوفر يوز استخدام زيادة عن اللزوم، اللي هي ايه؟ انت بتعمل موفمنت معينة لفترة طويلة، ريبيتيشن يعني، خلاص؟ يبقى دي حاجة فيها ريبيتيتيف ايه؟ تروما، تمام؟ أو حطيت لود زيادة، اكسس لود، زي ما حد من الشباب كده ايه؟ يبقى داخل أول يوم يخش فيه الجيم، تمام؟ ويتحدوا بعض كده، احنا بنشوفهم بالذات الشباب الصغنن ده بتاع إعدادي وثانوي، فيتحدوا بعض ان ايه؟ والله ان انا هشيل الوزن ده. تمام؟ ويجي يعني وهو لسه بيقول يا هادي، راح شايل الوزن وراح اتمزق. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ اوفر يوز. حمل على نفسه اكتر من اللازم، هو لسه مش قد الكلام ده. طيب الديس يوز ما بيستخدمش الحاجه اصلا. خلاص؟ يبقى اتروفي او ويكنس. ماشي؟ طيب يبقى دي اول حاجه بتشوف اي حاجه في الهيستوري بتاع العيان ليها علاقه بالاربعه دول. او الحاله الثانيه سوري اللي انت بتشوفها ان انت بتعمل ايفالويشن للعيان بتاعك استاتيك الاول. فاكرين في الميديكال مساجد اوبزرفيشن لما ببص على البوستشر بتاع العيان بتاعي، فببص على العيان بتاعي من الانتيرير فيو، من اللاترال فيو، من البوستيرير فيو، اذا كان في ديفورميتي، لان انت بتتكلم في فاشيه، قلنا الفاشيه دي جلوبال. خلاص؟ فتبص من الجنب ومن ورا. طيب دي الدايناميك ايفالويشن، وده حاجه من الاثنين. خلاص؟ يا اما اعمله بشكل فانكشنال او بنعمله عامه، مش يا اما نعمله كده ونعمله كده، يا سبيسيفيك فانكشنال الاول تيست، خلاص، او بنسميها جلوبال تيست، او ان هو يبقى تيست ايه خاص بحاجه معينه، تمام؟ يعني ايه فانكشنال تيست؟ زي ما انت بتيجي العيان بتاع الفروزن شولدر، انت ما بتقولهوش اعمل فليكشن واكستنشن وابدكشن الاول، بتقول له ايه؟ طب حاول تحط ايدك فوق دماغك، طب حط ايدك ورا ظهرك، تمام؟ طب اعمل مثلا ريتشنج، هات الازازه دي او هات الحاجه دي من قدامك، دي اسمها فانكشنال ايه؟ تيست. يبقى انت بتحط العيان في حاجه ديلي بيعملها، مثلا هات حاجه من فوق الرف دي، فانت واثناء ما هو بتعمل له التيست ده او بتبص على العيان بتاعك وهو بيعمل الموفمنت دي اللي هي طبيعيه المفروض بنعملها احنا اثناء اليوم بتاعنا، بتبص عليها، دي اسمها فانكشنال تيست، بتبص الليميتيشن فين. خلاص؟ يبقى ده المقصود بكلمه الفانكشنال ايه؟ تيست، ان انت بتشوف الكواليتي بتاعت الموفمنت في الحاجات الديلي اكتيفيتي العاديه. طيب ايه هي بقى والحاجه الثانيه المهمه؟ وهو بيعمل الموفمنت مش بتشوف الليميتيشن بس، ده بتشوف العيان بتاعك اذا كان بيعمل سبستيتيوشن ولا لا، بيعمل كومبنساتوري موفمنت ولا لا. زي عيان الشولدر هو اخره مثلا ابدكشن لحد ايه؟ 90 او اقل، فتيجي تقول له حط ايدك على دماغك يعمل ايه؟ يعمل كده، ده اخره. طب عايز تحط ايده على دماغه، يروح عامل لك كده، يجيبها من الترانك مثلا،
خلاص. وطبعا كل الكومبنساتور او السبستيوشن انتوا بتدرسوه في الماسل تيست خلاص. طيب الحاجه الثانيه، لما انت تيجي تعمل تيست سبيسيفيك لحاجه معينه، يعني ايه؟ هشوف الاسترينس بتاع الماسل دي، تمام، هشوف الرينج اوف موشن بتاع الشولدر هقيسه، ده اللي انتوا بتيجوا تشوفوا كده بالشاميومتر بتاعنا العادي مثلا، بشوف الفليكشن قد ايه، الاكستنشن، الابدكشن، وهكذا. بشوف التيست بتاعت الماسل دي تديني جريد كام، يبقى ده اسمه سبيسيفيك ايه؟ تيست خلاص او فانكشن. بتشوف الالاستيستي عامه، سواء بالرينج اوف موشن، بتقيس الرينج اوف موشن بتاع العيان في موفمنت معينه زي ما قلنا فليكشن اكستنشن، مش حاجه كومبايند خلاص. وكمان بتعمل بالبيشن خلاص، بالبيشن على السوفت تيشو، عشان اذا كان في تريجر بوينت، اذا كان في الاستيستي بتاعت السكين او الكواليتي بتاعت السكين اللي تبدا تشوفها، بتعمل تيست طبعا للايه؟ للفاشيه بتاعتك. نفس التيست بتاع السكين اللي احنا كنا بنعمله بتاع الموبيليتي بتاعت السكين، لكن بتخلي البريشر بتاع ايدك مور ديب شويه، وبتضغط وبتحرك الايه؟ البارت ده او السوفت تيشو ده تحت ايدك خلاص بالشكل ده. فانا حطيت هنا مثلا سي ان انا اشوف الفاشيه في الاريا دي، فانا هحط ايدي السكين، هروح عامله في النهايه بالسكين، هروح عامله كده واشوف الموبيليتي بتاعته خلاص بيتحرك ولا لا. طيب لو انت عندك ريستريكشن هعملها اهو في الاكستنشن، حط ايدك في العكس مره في الفليكشن ريليس واعمل الموفمنت دي، شوف الحركه واعمل ايدك في الاكستنشن واعمل كده، هل في موفمنت هنا وانت عامل ستريتش ليا بالسكين؟ نفس الفكره في الفاشيه، هتحس الفرق ده كانك بتطلع للمنطقه اللي فوق مثلا في الدورس، لو انا بتكلم على الباك هتيجي تعمل الموفمنت هتلاقيها زي دي، كانك عامل ايدك في الفريش، الفاشيه بتتحرك تحت ايدك، بس عشان ما تبقاش بتحرك السكين انت بتعمل ايه؟ فيرم بريشر الاول وبعدين تحرك خلاص. لو انت جيت في منطقه اللمبر هتلاقي معظمكم عنده ريستريكشن في الاريا دي، هتلاقي كانك بتحرك ايه؟ انت عامل بريشر كانك بتحرك السكين وهو في الايه؟ في الاسترتش بوزيشن بتاعه خلاص، هتبقى الموفمنت ليميتد بالنسبه للجزء اللي ايه؟ اللي قبليها او اللي بعديها خلاص. طيب في التريتمنت انت عندك نوعين، يا تعمل مايوفاشيال ريليز او اندكشن سوبرفيشال بتكنيكس سوبرفيشال، او بتكنيك ايه؟ دي على حسب انت بتشتغل على سوبرفيشال فاشيه ولا على ديب فاشيه، تمام؟ طيب ايه هي التكنيك السوبرفيشال؟ اللي هو الاستروكينج ايه؟ تكنيك. الاستروكينج تكنيك، انتوا الميل اخدته من المايوفاشيال فيكسيشن، تاخدوه ان شاء الله الاسبوع، تمام؟ بعمله ازاي؟ يا الفينجر فوق الفينجر، تمام؟ يا بعمله بالناكل، يا بعمله بالايه؟ بالالبو، على حسب طبعا عمق او سيكنس بتاع الفشل اللي انت شغال عليها دي. طيب في الامثله اللي قدامك هنا مثلا، لما باجي قلنا بسمي هاخد الجزء بتاع اللاترال كومبارتمنت بتاعت الليج او اللاترال سايد بتاع الليج، واحط الفينجر على الفينجر او بالناكس، وهمشي على الفشل دي اللاترال سايد كده. نفترض يعني انت عنده تروما في الانكل وبدا يحصل له ريستريكشن في الايه؟ اتكسر مثلا، ولا حصل له فراكشر مثلا من تحت في منطقه الليج او الانكل دي، تمام؟ هتبدا تعمل ايه؟ ريليز الستروك بتاعك، انت بتمشي في موفمنت كده على لاين خلاص. انت عندك الاريا مثلا مربع بتاعك بتتحرك فيه، ممكن بصباعك كده او بالناقل هتجيبه مثلا في 3 4 لاين ماشي. كل لاين انت ماشي عليه بتاخد تقريبا من 6 ل 7 ثواني. يعني انا واخد اللاين ده 1 2 3 4 5 6، يبقى انا وصلت من عند مثلا اللاترال بتاع الني لحد اللاترال مانيوس، تمام؟ سواء زي ما قلنا عملته باي شكل من اشكال الصواب. طيب هنا في الصوره الثانيه على الجزء بتاع مثلا اللاترال او الاليوتيبيال باند، الريستريكشن بيبقى موجود في الاليوتيبيال ايه؟ اريا ماشي. طيب السوبرفيشال ده احنا قلنا علاجه الايه؟ او انت بتستخدمه ليه؟ لو انت عندك مشكله في السوبرفيشال ايه؟ فشل، تمام؟ خلاص. طيب ناخد بقى الديب فاشيه. الديب فاشيه لما تيجي تشتغل عليها بتبقى طبعا بتاخد حاجه اسمها 3 دايمنشن موفمنت. يعني ايه 3 دايمنشن موفمنت؟ لو زي مثلا هتبقى واضحه قوي الاول في الكروس تكنيك، نشرحها كده على الكروس تكنيك. حد معاه اي حاجه؟ حد معاه غلطه النهارده؟ مفيش؟ هيتقطع بس مش مشكلة. دقيقة دقيقة. عايز حاجة تلمس معاك؟ معاك.
ماشيه قدامنا، ودي اهم حاجه يعني تركزوا فيها وانت بتعمل التكنيك، لان هو ده اللي انا ببص عليه في الامتحان. خلاص، سواء انا ولا اي حد من زملاء ان شاء الله بتابع الامتحان، لان هو ده الشكل الصح للموفمنت، هو ده اللي يعمل لك الايفكت، مش ان انت بتوريني شكل ايدك حاططها لي كروس وبتعمل كده وخلاص. اعملها ازاي بقى؟ ال 3 دايمنشن موفمنت بتاعتك. كلمه 3 دايمنشن يبقى انت بتتحرك في ثلاث ايه؟ اتجاهات. الاتجاه بتاعك اللي بتتحرك فيه اول حاجه الكومبريشن، يبقى انت بتضغط لتحت. خلاص؟ يبقى اول حاجه ايه؟ كومبريشن. تاني حاجه بتعمل ستريتش من الناحيتين، يعني انا ضغطت دلوقتي لتحت وبعدين عندي الفشه بتاعتي اهي متكرمشه كده، بعد ما ضغطت هبدا اشدها لايه؟ لبره، عكس ايدي دي بتشد كده وايدي دي بتشد الناحيه الثانيه. طيب الحركه الثالثه كانك بتعمل روتاتوري موفمنت بايدك، وانت ايدك ثابته على الاريا، مش بتعملها لي كده، ما اشوفش ايدك بتتحرك. انت ايدك عشان تعمل الحركه دي صح بتعمل بريشر، بتفتح ايدك كلها، ما بتسيبش السكن اللي تحتي اللي انت ماسكه. خلاص، وبتروح عامل ايه؟ الموفمنت بتاعت الروتيشن. خلاص، يبقى نعملها تاني، نجربها مع بعض كده، كل واحد على البنت بتاع قدامه، بتضغط داون مور بايدك ثابته، ما تزحلقش ايدك خالص على البنش، الخشب اللي تحت بايدك ده ما يتزحلقش، وتروح شده كانك ماسك حته القماشه دي، بتروح شاددها كده وتروح فاتحها كده. خلاص، ده شكل الموفمنت. طيب يبقى ازاي بيحصل؟ ادي الفاشيه قدامنا اهي، هفترض انها اهي مكرمشه وريستريكتد هنا. اول حاجه انا عملت ايه؟ ضغطت كده، تمام؟ طيب تاني حاجه رحت شاده دي كده، والناحيه الثانيه طبعا بتشد، وانت ايدك ثابته في مكانها كانك مسخت، وتروح شاددها كده. طيب وبعدين رحت عامل لها كده، يبقى انت فردتها. واضحه يا شباب؟ خلاص، عشان نعمل التكنيك صح ومظبوط. ان شاء الله تاخدوا الاكسبيرينس مع الشغل على عيانين فعليا. انا قلت لكم لو انتوا جربتوها على بعض في منطقه النمبر هتلاقي نفسكم يعني ايه، يعني دي افضل منطقه عامه في سنكم او في الناس اللي بتقعد كتير زي حضراتكم كده، تمام؟ هتلاقي في ريستريكشن فيها تشتغل عليها، تحس انك بتشد التيشو اللي تحت ايدك، ايدك ما تتزحلقش ابدا، ما تتزحلقش ابدا على السكين. خلاص؟ طيب دي الديب تكنيك. طيب ممكن اعمله بشكل تاني في المقام، انا عندي مصل زي ترابيزيس هنا مثلا، خلاص، او مناطق تانيه، ما ينفعش ان انا احط ايدي واعمل الكروس تكنيك ده، فبعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ان انا بمسك المصل نفسها واضغط كانك بتضغط عليها. طب ده بيعمل استرتش للفاشيه ازاي؟ نتخيل مع بعض كده، ادي الترابيزيس ودي الفاشيه اللي حواليه. خلاص، طب انا عملت ايه لما انا حطيت ايدي كده على المصل نفسها ورحت عامله لها كده؟ ادي المصل اهي، الفشه بتاعتك اهي متكرمشه، وانت جيت رحت عملت ايه؟ عملت لها كده، فردتها لما ضغطت هنا وضغطت هنا، رحت عامله ايه من فوق؟ كانك شدتها من هنا ومن هنا. خلاص، كانك شدتها من ناحيتين، شدتها من هنا ورحت شدها من هنا، رحت فرده الفشه بتاعت الايه؟ ترابيزيس مصل. دي لما تبقى الريجن او المصل اللي قدامك او الفشه اللي بنتكلم عليها صغيره، فانت كل الفكره هي الفشه مكرمشه كده، انت رحت عامل ايه؟ شدتها من هنا وشدتها من هنا بالمنظر ده، رحت فردتها من ايه؟ من فوق. خلاص؟ يبقى ده الشكل اللي قدامك. طيب مهم قوي وانت بتعمل مايوفاشل اندكشن، احنا قلنا في كل التكنيكس اللي انت بتاخدها، انت بتاخد تكنيك واثنين وثلاثه في حاجات مختلفه او موضوعات مختلفه، انت ممكن تعمل ثلاثة أربعة منهم في السيشن، أنت مش بتاخد المايوفاشيال ريليز وتقعد تشتغل بيه، لأن أنت مثلا بتعمله على الفاشيال لمدة ثلاثة أربع دقايق، وبعدين هتاخد العيان وتقول له خلاص كده مع السلامة خلصت إيه؟ تريتمنت؟ لا، في حاجات تانية طبعا بتقعد تعملها. خلاص؟ ده تكنيك من ضمن السيشن اللي ممكن تشتغل بيه. طيب لو أنت عندك عيان بتعمله مايوفاشيال ريليز، مستحب قوي ومهم قوي إن أنت تشتغل معاه التكنيك بتاعي اللي هو لقوا في الأبحاث إن ده بيجيب إفكت أحسن. لو انت اشتغلت مع تكنيك اسمه الايموبلايزيشن، انتوا بتاخدوه ان شاء الله السنه الجايه في الترم الجاي في صحبتك، ان انا بحرك الجوينت سيرفيس نفسها، تمام؟ في الريجن ده يعني مثلا عندي ريستريكشن للفاشيه في منطقه البيكتورال منطقه الار، خلاص لما تيجي تعمل ريستريكشن للفاشيه اعمل كمان موبلايزيشن للشولدر جوينت بتاعك، خلاص، لان انت بتزقها من بره ومن جوه. طيب الحاجه الثانيه ان انت تعمل الماسل انرجي تكنيك، يبقى انت كده شغلت عملت ستريتش او عملت ريليز للفاشيه للجوينت،
او الجوينت كبسول عامه مع الموفمنت اللي انت بتعملها بتاعت الموبلايزيشن دي، انت بتعمل ستريتشنج للجوينت كبسول. الحاجه الثالثه ان انت بتعمل موفمنت اكتيف موفمنت بالمصل، بالمصل انرجي تكنيك ان شاء الله ناخده المحاضره الجايه، اللي هو بتعمل كونتراكشن في المصل وبعدين ريليس وبعدين تاخدها في ستريتش. تمام، هناخده بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه. طيب حلو قوي، برضو من ضمن التكنيكس المهمه اللي ممكن تعملها مع العيان، لو انت عندك العيان ده عنده مثلا تريجر بوينت خلاص او تندر بوينت، تندر بوينت قلنا طبعا الفرق المره اللي فاتت. تمام، طيب بتعمل ايه؟ بتيجي مثلا سي العيان ده عنده مشكله تريجر بوينت او تندر بوينت دي في الفور ار، هتروح عامل حاجه اسمها السترين كاونتر سترين تكنيك. ايه السترين كاونتر سترين تكنيك ده؟ كل فكرته بمنتهى البساطه، انت بتيجي عند الحته اللي واجع العيان تروح ضاغط عليه، تروح عامل ايه؟ بريشر عليه، سواء كان تريجر بوينت او تندر بوينت، الحته دي بتوجعه تروح ضاغط ايه؟ عليه، على قد ما البيشنت بتاعك يستحمل، يقول لك خلاص يا دكتور انا مش قادر اكتر من كده. تمام؟ بتقعد تقريبا من 60 ل 90 ثانيه وبعدين تروح سايب ايه؟ ايدك، عامل ريليز، وتقول للعيان حط ايدك في البوزيشن اللي يريحك. يعني زي مثلا عيان من بعد البين بيبقى بيحاول ايه؟ يحط ايده في اي بوزيشن يحاول ايه؟ يريحه. البوزيشن اللي يريحه ده بيعمل ريلاكسيشن للاريا، انت عملت بين، البين ده وصل لمرحله زي ما اقول الاكزوشن للاريا دي او التيشو ده، فبتيجي تحطه في ريستنج بوزيشن اللي هو يريح البيشنت خلاص، تسنده على المخده مثلا، تبدا كل التيشو دي يحصل لها ايه؟ ريليز او ريلاكسيشن. تمام؟ طيب او ممكن تعملها زي ما قلنا بالتريجر فينجر، سوري لو عندك تريجر بوينت السكين كومبريشن، يعني لو انت عندك تندر بوينت هتعمل السترين ده، ماشي؟ عندك تريجر بوينت يبقى مش سترين، هيبقى ايه؟ السكين كومبريشن انت خدته في السكشن المره اللي فاتت خلاص، اللي هو بعمل بريشر على التريجر بوينت مع ستريتش او مع ايه؟ كونتراكشن، وبعدين برضه بقول للعيان ايه؟ ريح ايدك خلاص. طيب بتعلم العيان ان هو يعمل المايفاشيال ريليس ده لوحده في البيت، زي مثلا احنا بنتكلم في منطقه الدورسال من فوق، يبقى ممكن يحط الرول دي، عارفين المدافع بتاعت الانتريهات، بتاعت الانتريهات القديمه اللطيفه دي بالمخده المدوره دي، تمام؟ الرول العاديه يروح حاططها تحت ظهره وهو يعمل لنفسه ايه بالبوزيشن كده مايفاشيال ريليس، يقعد في البوزيشن ده دقيقه دقيقه ونص لحد 3 دقائق. تمام؟ مهم قوي كمان ان انا اعمل ايه؟ بعد ما عملت الريليز بتاعي اعمل ستريتش وسترينثنج اكسرسايز خلاص، عشان تصلح المشكله، مش انت بتعمل ريليز وتقول للعيان روح مع السلامه يجي لك المره اللي بعديها وكانك ما عملتش حاجه. انت الاسترينث والاسترتش اللي انت بتعمله للعيان او كل الحاجات اللي انت بتعملها، البروجرام اللي انت بتديه له يعمله في البيت، كل ده عشان يحافظ على الحاجه اللي انت عملتها لحد ما يجي لك ان شاء الله السيشن اللي بعديه، فتبقى انت وصلته مثلا من زيرو لواحد، هو بالاكسرسايز اللي بتديها له في البيت يحافظ على الواحد ده وممكن كمان يعديه، فتيجي انت الجلسه اللي بعديها بدل ما تبدا من زيرو تاني تبدا من واحد، تبدا من اثنين وهكذا، هو ده التحسن اللي بيحصل خلاص. لكن ان انا ما اديش العيان حاجه يعملها في البيت دي من يعني زي ما اقول لك كده، انت كده بتضحك على نفسك وعلى البيشنت، لان العيان مش قاعد معاك الا لو انت مقيم معاه بقى كل ايه كل شويه بتمر عليه صبح وظهر وبالليل خلاص، انت بتروح تعمل له السيشن وخلاص، انت اللي شغاله بقى ايه الهوم بروجرام بتاعه. ثيرابيوتيك افكت ده طبعا ايه؟ اللي احنا قلناه ده كله تلخيص الكلام ده. ديكريز البين، جروب البلاط فلو، هنشوف اذا كان في حاجه ما قلناهاش، الالاينمنت اللي هو البايوميكانكس بتاعت الجسم، الجوينت فانكشن، السليفنج، لان العيان لما بيبقى قلنا فيه ريستريكشن او بين بيبقى فيه ديستريس في السليفنج، الكواليتي بتاعت اللايف، الانكزايتي، الفاتيج، الستيفنس اللي هي كل الكوزز اللي احنا قلناها، الماسل اكتيفيتي وخاصه بعد الايه؟ انت عملت اكتيفيتي عنيفه شويه، تمام؟ زي تكون لعبت مثلا في الجيم او مثلا انت مش متعود على المشي، رحت ماشي 2 كيلو كده ولا حاجه مضطر لحد ما توصل للبوابه، فتروح تلاقي رجلك بقى مش شايلاك. ايوه. ايه؟ لا. الكونترا اندكيشن ما تعملش المايفاشيال ريليز امتى؟ الكوما، الحاجات اللي احنا قلناها في اول محاضره. لو انت عندك مالجنسي، عندك انيوريزم، عارفين يعني ايه انيوريزم؟ لا، في الفيسل، الانيوريزم ده بيحصل في الفيسل. في بعض العيانين اللي عندهم فيسل بروبلمز، تمام؟ بيحصل لهم حاجه اسمها انيوريزم، بيجي الفيسل عند الوول بتاعه في منطقه ما بيضعف. فبيعمل لك حاجه شبه الهرنيا،
يعني البيسر بيبقى ماشي مثلا كده ويجي عند الحته دي يضعف، يروح عامل ايه؟ لفه كده وبعدين مكمل. الحته اللفه اللي عملها دي اسمها انوريزم. مشكله بقى الحته دي ان هي بتبقى ستريتش للوول خلاص، وطول ما البلط ماشي بيخبط فيها، فلو انت عملت تكنيك بيأثر على الفلو بتاع البلط والاريا دي ضعيفه، ممكن يحصل ايه؟ يخبطها خبطه محترمه يروح فرقعها. تمام؟ طيب الادفانس زي الاكيوت روماتويد ارثرايتس، طبعا في الروماتويد ارثرايتس في اوقات العيان بتاعك بيبقى في اكيوت فلير كده بنقول عليها، حاجه كده العيان شايط يعني، يصحى الصبح يبقى نايم كويس قوي زي بالليل، يصحى الصبح يصحى يلاقي ايديه ورمانه ورجليه ورمانه وسخنه والمفاصل سخنه، دي الاكيوت ايه؟ اكيوت فلير اللي هو فيه. بياخد طبعا الكورتيكوسترويدز والادويه بتاعته لمده يومين ثلاثه، بس بياخد جرعه بسيط شويه تقيله يعني غير اللي هو متعود عليها لمده يومين ثلاثه، وبعدين بيبدا يحصل له ايه؟ دي اكتيفيشن دي او بتقل الانهبيشن، بيحصل للاميون سيستم اللي كان اكتف في الفتره دي. خلاص؟ طول ما هو اكتف والعيان عندك ورمان وسكر وفي المرحله الفلير دي الشيطان، لو انت ماشي معاه وبتعالجه وجه العيان ثاني يوم يقول لك والله دكتور النهارده ايديا حصل لها كذا وكذا وسخنه وورمه وبتاع، لا ريح لك يومين ثلاثه ومع الدكتور بتاعه طبعا بيظبط له الجرعه بتاعه الكورتيزون اللي بياخدها يعليها شويه، ياخد ثلاث اربع ايام وبعدين يرجع يكمل السيشن معاك ثاني. لما تبقى الايه؟ الشيطان ده بدا ينزل، بدا يتحول من اكيوت يرجع ثاني لكرونيك زي ما كان. تمام؟ الادفانس دايبيتس، لان طبعا بيبقى ادفانس دايبيتس ده عنده مشكله في النيرف والبيس عامه. ماشي؟ الهيلينج السيفير اوستيوبروزس، وده طبعا عيان ممكن لو كح يتكسر، يعني هو لوحده بيتكسر من غير ما انت تعمل له حاجه، فتاكد بقى ان انت لما تيجي تعمل له الكروس تكنيك ده وتروح ضاغط وعامل ممكن تكسره فيه. ماشي؟ طيب الانتي كوأجل الهيلينج فراكشر، سوري، اللي هو مرحله الريبير او مرحله الهيلينج مش بعد ما حصل له هيلينج. كلمه هيلينج فراكشر هنا معناها ان اثناء الايه؟ الايموبلايزيشن. تمام؟ ما تضغطش عشان ما تكسرش او ما تبوظش حاجه. الانتي كواجلانت ثيرابي، العيان اللي بياخد ادويه مضاده للايه؟ للتجلط، اللي هي ادويه تزود السيوله بتاعه البلط. الانفلاماتوري عامه في الاكيوت فيز ايا كان الكوز ايه. تمام؟ الاكيوت سيركيولاتوري ديفيشنسي، قلنا التكنيك بتعمله بتاثر على السيركيوليشن زي كل التكنيكس بتاعت المانوال ثيرابي، يبقى انت ما ايه؟ في حالات الاكيوت او السيفير او الادفانسد ديسفانكشن في السيركيولاتوري سيستم ما تشتغلش مع العيان بتاعك. اهم حاجه بقى عشان العيان ما يطلعش من الجلسه يجي عليك، ان انت تفهم العيان بتاعك انت بتعمل تكنيك بتعمل فيه ستريتشنج للفاشيا، بتعمل ثيرابيوتيك اكسرسايز بتعمل ستريتشنج للمصل. بتقول للعيان كلمه مهمه قوي، خد بالك ان انت ممكن بعد ما نعمل التكنيك ده تحس ببين، البين ده مؤقت هياخد له، ممكن ياخد بقيه اليوم، ممكن ياخد ساعتين، ممكن ياخد 24 ساعه على حسب الريبيتيشن اللي انت عملتها. خلاص؟ وتفهم العيان ان دي حاجه مؤقته، ممكن تعمل ايه؟ حط له شويه كمادات ميه سخنه، مش عارفه اي حاجات من الحاجات الايه؟ اللي بتكل البين دي او ريليف للبين شويه. طيب ليه بيحصل الكلام ده؟ الفاشيه بتبقى ريستريكتد وبالذات في الحالات الكرونيك، بقى العيان ده سنتين ثلاثه والفاشيه في البوزيشن ده، هي طولها كده. فطبيعي لما انت تيجي تغير فيه الاسترتش او الشكل بتاع التيشو، التيشو بيرد عليه ان هو يبدا يدي لك ايه؟ الريسبونس بتاع البين. خلاص؟ لان هو واخد على البوزيشن ده ومش عايز يغيره. واحد قاعد على كرسي بقى له 20 سنه منصب يعني، فطبيعي اول ما تيجي تقومه من مكانه يحصل ايه؟ يعني يبقى عنيف جدا في رد فعله دي. تمام؟ لحد ما تبقى انت اصرارك هو اللي يغلبه، فتروح مقومه من الكرسي. هو ده اللي بيحصل للتيشو بتاعك في مصر، في كبسول، في فاشيا، وات ايفر كان، طبعا مينلي في السوفت تيشو. كل ما حاولت تغير الديفورميشن اللي حاصل في التيشو ده بيديك ريسبونس ايه؟ بين. ما هي دي الحاجه اللي يوقف بيها الايه؟ العيان بتاعك. فالعيان يقول لك ايه؟ ده انا تعبت اكتر، ده انا اتوجعت اكتر لما رحت للدكتور. تمام؟ البين رجع اكتر من الاول. لا، تبقى فاهم العيان بتاعك ان دي حاجه مؤقته، وان احنا كل ما هنشتغل كل ما البين هيحصل له ايه؟ ريليز. تبقى انت اللي غلبت الايه؟ الريستريكشن. تمام؟ كده الحمد لله احنا خلصنا محاضرتنا. اي سؤال يا شباب؟ طيب بالتوفيق ليكم ان شاء الله الامتحان لحد المحاضره اللي فاتت، عشان ما حدش يسالني السؤال ده تاني. خلاص؟ لحد محاضره التريجر بوينت. محاضره النهارده مش داخله في الامتحان ان شاء الله. يلا شدوا حيلكم.